لو عايزين تعرفوا دول جم ازاي شوف الفيديو لاخره واعرف الطعمية اللي جبناها بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي اقوى طعمية بلحم القرنوط لاول مرة. لو عايز تعرف شغلها ازاي اتفرج على الفيديو لاخره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة احنا هنعمل الطعمية القرموط، طعمية القرموط. الطعمية دي يعني هنعمل كده زي ما بيقولوا ايه، من الفسيخ شربات. الطعمية دي عبارة عن قرموط. انا طبعا جربتها الفيديو اللي قبل ده. الطعمية دي بيخش عليها جميع انواع السمك اللي بقه كبير، البياض، قشر البياض، الدقماء، البولت الكبير، القرموط، الشيلان الكبيرة. طبعا هي الشيلان خفت عندنا هنا، بس لو حد هيأكل في قبلي ولا حاجة هياكل معاها 10 على 10. بياكل بيها جميع انواع السمك اللي بقه كبير، ما عدا بقى البنيات والمباريك بكل انواعها. ده اهو دول القرموطين اللي انا اصطادتهم. انا عشان ممنوع الذبح قدام في اليوتيوب، طبعا انا ذبحهم انا عاملهم من امبارح، ذبحهم وسلخهم. بص اللحم بتاعه احمر محمر ازاي. ده بعد السلخ انا هخش اقطعه، بشقه كده وبقطعه قطع، وتجهيزه بسيط جدا جدا جدا. لو انت اصطدت قرموط وعايز تعمله طعميه مفيش مشكله، معاك مش عارف تتوصل لأي مكان فيه قرموط، ممكن القراميط متوفرة في الأسواق، هتجيب قرموط مثلا حجمه نص كيلو ولا كيلو، وهتخلي الراجل بتاع السمك اللي هيبيعهولك يسلخهولك ويقطعهولك عادي لو انت مش هتعرف تقطعه. بس دي طعمية جميلة جدا جدا ومجربة في أكتر من مكان وعاملة شغل جامد جدا. احنا دلوقتي انا ما رضيتش اوريكم انا بسلخه عشان ايه ما اخدش وقت، فحبيت ان انا اوريه لكم على طول ايه بعد ما تسلخوا. دول اللي انا اصطادتهم، هتلاقوا الفيديو بتاعه موجود، اصطادتهم برضو بنفس الطعميه، يعني اصطادتهم بنفس الطعميه. الطعميه دي بتشتغل في الميه العذبه والميه المالحه، بتشتغل على جميع انواع الميات، الميات الضيقه والميات المفتوحه والميه، كله شغال على كله، عذب ومالح. انا دلوقتي هخش هقطع القرموط قطع وهوريه لكم في النهايه هنعمل فيه ايه، لان لسه في تجهيزات تانية لسه هنعملها، خليكم معانا. شوفوا يا شباب، انا هقول لكم على حاجه عشان في ناس ممكن تقع في الغلطه دي. انا هعمل واحد قدامكم، انا هفتح القرموط ده بالطريقه دي، هشيل الشوكه اللي في النص عشان لو حد فيكم هيعمله في البيت. الحته اللي في اللي قدام اللي فيها الشوك اللي هيطلع فيها الشوك هتنضفها عشان الشوكه ما تشكش السمكه. وبعد كده هتيجي هنا، ما بيبقاش فيه بقى ما بيبقاش فيه شوك. اللحم بتاع القرموط بصوا زي ما انتم شايفين كله طري. نبدا بقى نقطعها مكعبات، فانا بقى هحاول ان انا يعني اعملها قدامكم ان شاء الله بالطريقه دي. احاول حتى اخد ايه فرخ واحد. اما لو انت هتعرف الطريقه وهتخلي مثلا هتحفظ عندك الفيديو، اي حد بتاع سمك انت هتخليه يعملها. بص انا بعمل الشريحه ازاي، الشوكه الكبيره كلها هنا اهو. انا باخد الشريحه كده، ولازم تكون السكينه معاك حامله عشان ما تتعبكش وتبهدل الدنيا. هنشتغل على الشريحه دي بس اهي. الشريحه دي المفروض ان هي تتقطع نصين كده بالمنظر ده، اهو هاتها جنبها دي اهي كده اهو. وابدا بقى اعمل مكعبات اللي انت تحس ان انت هتعرف تخيطها في السن اهو. بعد ما قطعت دي كده بالمنظر ده اهو، بصوا اللحم القرموط نازل عامل ازاي اهو. ببدا بقى اعمل قطع كده بالمستوى ده
عشان اطمعها، لان هي طريه، لان هي طريه وعامله زي السفنجه، فالسمكه بتخش تضغط عليها بتبقى طمعانه في اهي. انا لو معايا سن هوريها لكم، بس للاسف انا بشيل العده في المخزن ما بطلعهاش في الشقه. اهي يا شباب قطع اهي زي دي، وهتشتغل بالتخيط، وان شاء الله لما اجي اجربها تاني هوريها لكم هي هتعمل ازاي. حتت زي كده اهو بالمنظر ده، والقرموط بيقعد معاك، يعني لو هتعمل طعمية قرموط يقعد معاك فترة في التلاجة وبيكفيك كذا طلعة اهو. تقطيع كده المكعبات دي لازم تطمع السمكة فيه. ده بيشتغل في الملح وفي العزب 10 على 10، وطعمية رخيصة، يعني اعتقد متهيألي كيلو القراميط بحوالي 20 جنيه في السوق. هتجيب كيلو هيقضيك اكتر من طلعة. انا عملت دول اهم عشان ما اطولش عليكم قوي، بس حبيت ايه اوريكم القطع عاملة ازاي اهي، وبصوا حمرة ازاي، حبيت اوريها لكم بس عشان ايه يبقى كل واحد عارف هو يعمل ايه، حتى لو هيوديها لحد هيخلي حد بتاع سمك يقطعها، مش هيجي في دماغه ان هو يقطعها كده فيوريها له. انا هخلص وهرجع لكم تاني لان لسه في خطوة تانية لسه ما خلصتش. هخلص تقطيع القرمطين دولت وهرجع لكم تاني. رجعنا لكم يا شباب اهو، دول فصين توم، ودول 3 معالق زيت او 2 معالق زيت كبار. بحط التوم في الزيت كده، بتأكد ان هما ايه دابوا كلهم مع بعض، ويستحسن ويبقى افضل لو انت هتعملها تعمل الكلام ده قبلها بيوم، الزيت بالتوم ده قبلها بيوم اهو. بتهرس التوم، تبدأ بقى تنزله على القطع اللي انت عملتها كده اهو بالشكل ده اهو، وبتقلبهم التقليبة دي كده بحيث ان كله ياخد الزيت والتوم مع لحم القرموط. بقلب بالطريقة دي. الطعمية دي جميلة جدا جدا جدا، ومستخدمة في اماكن كتيرة جدا، بيصطادوا بيها سمك 10 على 10، وعندنا هنا في مصر شغالة حلوة جدا، واحنا جربناها الفيديو التجربة كان قبل ده، وان شاء الله الفترة اللي جاية دي بإذن الله هنشتغل بيها شوية وهنجرب بيها. بعد كده بحط معايا بطرمان كده، بعبيهم في بطرمان. طبعا لما بقفل البطرمان كل الروائح دي بتتفاعل مع بعض. احنا بنحط ليه التوم والزيت؟ التوم عشان المادة الكبريتية اللي فيه بتحافظ على الأنسجة بتاعت اللحم. نعمل كده بيبقى بالمنظر ده كده اهو، بطرمان بالمنظر ده كده اهو، تقفله وبتحطه في التلاجة، وقت ما بتطلع بتاخده معاك بتستخدمه معاك، بيقعد معاك يعني يقعد معاك فترة كبيرة جدا، لان على طول انت مش بتاكل، يعني مش زي الطعم، مش بيستهلك زي الطعم. احنا كده يا شباب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ده فيديو التجربة، ده دي اللي جربنا بيها. انا ما بنزلش حاجة لما اكون جربتها مرة واثنين، وان شاء الله الفترة اللي جاية هشتغل بالطعمية دي، وبإذن الله هوريكم الشغل اللي هيبقى بيها. بس أنا بس عايز أخرج من المربع اللي أنا فيه، عشان المربع اللي أنا فيه بايظ ومتدمر من السم والكهرباء، فإن شاء الله هحاول أتحرك كده اليومين الجايين دولت عشان أجرب لكم الطعمية دي. الطعمية دي شغالة في الأماكن المفتوحة وفي المالح. كل اللي هتضيفه على الطعمية دي هتحط بس نص معلقة ملح كبيرة، وهتقلبها كويس قوي مع الطعمية دي. احنا كده خلصنا الفيديو يا شباب، وياريت ما تنسناش بالدعم، ما تنسناش بلايك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.